قول لي مشهد من اللي انت عملتهم انا اعمله. بس ها؟ في تحدي اكبر من كده؟ اهو حاجه قتل، حاجه من المشاهد اللي انت عملتها انا اعمله لك. حاجه انتحار الشخصيه اللي كانت في التراب. ظابط بقى كده يعني. قول له راجل مفتري، الحاجات اللي انت بتعملها الحاجات اللي تخوف دي. ما تقول له الحلقه هتخلص. وانا مش بفتكر ماشي، بفتكر المشهد يعرف يعمله. طيب ثواني. يعرف يعمله ده بيقل من قدرتي. دي في حد ذاتها مأساة، عيط عليها. اسمع هو نسي. اسمع يا ابوي، انت اللي مفرق بيني وبين حسان. ولعلمك انا كنت بحبه، بس انت اللي كرهتنا فيه. يا ابوي انت ليه مش شايف غير حسان؟ ما انا موجود انا واخواتي. كان اسمه ايه؟ ربيع. كان اسمه ايه؟ كمل يا استاذ، ده انا مندمج معاك. زين و و و زين و و وعوض. زين وعوض. ولا كان اسمه ايه؟ يا نهار ابيض. ابوك كان اسمه الناع. الناع. ابوك كان اسمه الحريري. زين. حريري. يلا. هو اولادك الاصليين على اللي هو قاله زين وعوض. دلوقتي يا كل جمهورنا، ياسر ادى لمحمد صلبة مشهد تراجدي من مسلسل التراب. مناع بيكلم ابوه بيقول له ليه يا ابوي عملت كده؟ فرقت بيني وبين اخواتي، انا كنت بحب حسان، انت اللي كرهتني فيه يا ابوي. ويكاد يكون يبكي او يبكي، هينزل دمع. نشوف دلوقتي طلبه هيعمل المشهد ده ازاي معايا. غريب يعمل ابوك. اعمل انا ابوك. الفنان التراجيدي محمد طلبه. سقفه سعداوي، سقفه. ايه يا عم؟ يا رب ما نضحكش. انت بدا قال ايه؟ اتفضل. طب واحد يقف هنا عند الجون ده، وواحد يقف عند الجون ده عشان اقطع ما بينكم. انت قلت اقول ايه؟ ليه يا ابوي فرقت بيني وبين اخواتي؟ يلا. بس بص الدخله بقى. ما يلا. ما كانش في دخله. 3 وليه مش شايف؟ 2 1 اكشن. لا انت الابن مش الاب، يعني انت الابن مش الاب. انت الاب؟ انت كنت تعمل دور الاب؟ انت ناسي؟ قال لك انت الابن. اسبوع هتيجي. يلا. ايه هتيجي؟ بصوا الدخله. استنى. 3 2 1 ليه يا ابوي؟ ليه اتفرج؟ انت كده دخلت عامل البوفيه كان جايب شاي. انا عايز مناع. ادوني فرصه. اتفضل لاخر الحلقه. ادوني فرصه لاخر الحلقه. ليه يا ابوي؟ حلو. ليه اتفرج ما بيني وبين حسان؟ ما بين اخواتي. ما بين اخواتي. ليه بتحب حسان اكتر مني؟ ليه بتحب حسان اكتر مني؟ يعني نجيب لك كمبوشه وتقعد له فيها. شفت بقى؟ شفت انت بتعمل ايه معايا؟ شفت سمير عايز يدمر مستقبلي. يلا يلا حافظ. يلا خلي بالك ركز. انا ايوه. يلا يا تولب علي نقط المشهد ده. يلا يا تولب. لا ما عليهوش نقط. عليه علامه استفهام. تعالي العوض. عليه علامه استفهام كبيره. غريب. خد ود معايا يعني. ما انت قلت هقول لك. انت واقف بتصلي العصر. انت هتصدمني اما تقول لي. قول رد معايا. خد ود. قول ادي له كيو. قول له انا ما تسويش نفسك بحسان. قول له مالكش صالح بحسان. ما تسويش نفسك بيه. ده انت في الاول ولا انا؟ يلا. لا هو اللي بقى. هو اللي ماشي. يا ابني انت الابن. ماشي. انت الابن بقى. يلا. الاداء كده الام على بيتك عمال تقول. يلا. بس صح كده هو حزين. ما تسويش نفسك بحسان يا ولد. ليه احسن مني فيه؟ الله. ايوه. ولا ما تعليش صوتك على ابوك. لا 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 مش هينفع. مش عارف اخد يعني حتى اللحظه. مش عارف اخدها. لا مش هينفع. اتفضل يا غريب. اتفضل. مش هينفع. مش عارف اخد اللحظه.